أهلا وسهلا بكم أحبتي مشاهدي قناة الحجة الفضائية ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير، وأسعد الله مساءكم بهذه الذكرى العطرة. نطل عليكم على ذكرى أحد الشباب الأبطال المجاهدين الذين ساروا على المبادئ وتمسكوا بالحق إلى يوم استشهاده. باسمكم أحبتي المشاهدين أرحب بضيف الحلقة سماحة السيد هادي المدرسي. السلام عليكم سماحة السيد ورحمة السلام الله عليكم وبركاته. ورحمة الله. الله يخليك. سماحة السيد، تطرقنا في الحلقات السابقة حول ولادة الإمام الحسين وولادة الإمام العباس، واليوم بودنا أن نتطرق إلى ولادة علي الأكبر عليه السلام. ما هي البطاقة التعريفية لهذا الشاب المجاهد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. علي الأكبر كان باعتقادي أكبر أولاد الإمام الحسين. نعم. وسمي بالأكبر ليس كاسم، وإنما باعتباره أكبر الأولاد. وأساسا الإمام الحسين كان يسمي أولاده كلهم علي، حتى أن مروان بن الحكم التقى بعلي الأكبر سلام الله عليه، قال: ابن من؟ قال: ابن الحسين. قال: اسمك؟ قال: علي. فقال: علي علي علي. ثم كأنه غمز من قناة علي الأكبر حينما جاء علي الأكبر وأخبر والده بمقال مروان بن الحكم. قال: والله لو رزقني الله 100 من الأولاد لسميتهم جميعا علي. فكلمة الأكبر هي عبارة عن صفة هذا المولى العزيز العظيم، ومن ثم فهو كان فعلا أكبر أولاد الإمام الحسين، وكان له دور عظيم في حياة الإمام ككل. يعني في أوقات الخطر كان علي الأكبر هو الحارس لأبيه، وحتى في كربلاء في أيام كربلاء، يعني قبل يوم عاشوراء، كان علي الأكبر هو الحارس، الحارس مع مجموعة من الأفراد، قائدهم كان علي الأكبر يحرس شخص الإمام الحسين سلام الله عليه. وكان مفضلا عند أبيه بأسباب مناقبية وليس لأسباب شخصية، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا من رسوله. وفي الحديث المعروف أن يهوديا رأى في المنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك في المدينة، ودعاه النبي إلى الإسلام وأسلم. في النهار جاء عند الإمام الحسين سلام الله عليه وقال: أسلمت قبل أن أرى جدك، لكن رأيته في المنام. قال: إذا تراه الآن تعرفه؟ قال: نعم. فجاب علي الأكبر، قال: وي، كأنه هو، لدرجة الشبه هذا هو. فكان الإمام الحسين يحبه لهذا الشبه لأخلاق المولى علي الأكبر، لعبادته، لطاعته، لإيمانه، تماما كما أن يعقوب كان يفضل يوسف ليس فقط لجماله، وإنما لمعرفته. يعني معرفة يوسف كانت تختلف عن معرفة إخوانه، حتى أن أحدهم لام يعقوب في محبته لولده، فقال يعقوب كأنه أمام ذلك الرجل، أو نقل له أنه أعطى مجموعة من الدجاج لأولاده، قال لكل واحد منهم: اذبحه حيث لا يراك أحد. فإجا الأول: وين ذبحته؟ قال: فوق السطح، شفت ما حد يشوفني ذبحته. الثاني وراء شجرة، الثالث وراء حائط. إلا يوسف جاء بالدجاجة حية. قال: لم تذبحه؟ قال: إن الشرط الذي وضعت لي لا يمكن تحقيقه، أينما ذهبت رأيت أن الله يراني، وقد قلت حيث لا يراك أحد. حيث لا يراك أحد، نعم. فتفضيل يعقوب ليوسف كان بسبب معرفته في الحقيقة، وليس فقط لجماله. كذلك علي الأكبر، مع أن علي الأكبر كان جميلا جدا، يعني جماله يضرب به المثل،
لكن الحسين كان يفضله لأخلاقه النبيلة، لعاداته، لإيمانه، لتقواه. وفي الحقيقة علي الأكبر أساسا كان يدور مع الحق أينما دار الحق، وكلمة الحق كانت هي محور حياة علي الأكبر. يعني قاتل من أجل الحق، قتل من أجل الحق، قام من أجل الحق. وهذه مسألة مهمة، أن الشخص حياته تدور حول محور الحق وليس محور شيء آخر، لا شخصي ولا غير شخصي. هذا هو علي الأكبر سلام الله عليه. حتى يذكرون أنه كان في شجاعته كشجاعة جده أمير المؤمنين، صح، سلام الله عليه. فعلا. بعض الناس يسأل سيدنا أنه إذا كان علي الأكبر هو أكبر من أخيه الإمام علي الأصغر الإمام السجاد سلام الله عليه، فلماذا لم تكن الإمامة له وكانت لأخيه السجاد؟ في مسألة الإمامة ليست بالضرورة هي لأكبر الأولاد، إنما يختار الله عز وجل أولياءه ويختار أوصياء أنبيائه شخصيا يختار، وقد اختار الله ذلك للسجاد سلام الله عليه. لكن ذلك لا يلغي مقام علي الأكبر، مقامه محفوظ عند ربه، لكن الإمامة هي للسجاد. فلا نستطيع أن نقول لماذا، كما لا يمكننا أن نقول لماذا الإمام علي دون إخوته الأكبر منه سنا. نعم. لأن الإمام علي كان أصغر مثلا من عقيل، والمسألة مسألة إرادة الله واصطفاء بالتأكيد. الله. هذا الأمر لعله أيضا يفترق إلى جواب آخر، يعني جوابكم كان في الحقيقة ذو شقين، ممكن أن يرد به على الجانب الذين يقولون أن الإمامة عبارة عن توارث، وإلا لو كانت توارث لورثها ابنه الأكبر، لكنها عبارة عن تنصيب من قبل الله سبحانه وتعالى. طيب سماحة السيد، ما حقيقة زواجه من عدمها؟ بعضهم يقول أنه كان متزوجا وكانت له ذرية على حسب النصوص الواردة لنا في بعض الكتب، وبعض المحققين نفى ذلك. أساسا الأئمة كانوا يلتزمون بكلام رسول الله نعم، الذي يجعل من حقوق الولد على أبيه أن يزوجه إذا بلغ، يعني بمجرد ما كان الولد يبلغ كان يزوجه الإمام. نعم. وبالنسبة لعلي الأكبر تقريبا أستطيع القول أنه كان متزوجا قطعا. ألا ترون مثلا بالنسبة للقاسم؟ نعم. وهو شاب لم يبلغ الحلم، نعم، يعني عمره في حدود 13 سنة، أكو كلام حول أن الإمام الحسين كان يريد أن يزوجه من ابنته، نعم، سكينة. لكن أقول نفترض أن هذا غير وارد، لكن إذا كانت حياة الإمام تمتد به ولم يقتل في عاشوراء ولا القاسم أيضا، كان يزوجه بالتأكيد بمجرد أن يبلغ زوج. فهذا من جانب أنه علي الأكبر كغيره من أولاد الأنبياء والأوصياء كانوا يتزوجون مبكرا، لا ينتظرون شيء لأنهم لا يحتاجون إلى شيء. نعم. يعني ربما أنت تؤخر زواجك لأنك تدرس، هؤلاء لا يحتاجون للدراسة. نعم. حتى السيدة زينب سلام الله عليها الإمام زين العابدين يقول أنت عالمة غير معلمة، يعني متى تحتاجين إلى الدراسة؟ هل الإمام علي درس في المدرسة في الجامعة؟ هل النبي درس؟ ما يحتاجون. فما في عوائق اللي تمنع من زواجهم. إضافة إلى أنه أكو في التاريخ عندنا أنه تزوج علي الأكبر وكان متزوج على كل حال. نعم. على كل حال كان متزوج. أحسنتم. بعض الأحيان الشباب هكذا ينظرون إلى أن علي الأكبر كان شابا في مقتبل شبابه، كيف تقبل موضوع الحرب والذهاب إلى الموت وفضل كل هذه الحياة ومغرياتها وفي طاقة الشباب، لعله كأنه إنسان هكذا يقول أنا لم أرى من شبابي أي شيء، أذهب إلى القتال وأذهب إلى قتال معركة يقينا أنني سأستشهد فيها، كيف فضل هذا الأمر؟ هل لأنه كان متمسكا بالمبادئ التي تلقاها عن طريق أبيه وجده أمير المؤمنين؟ أساسا أولياء الله ومنهم علي الأكبر
نحن نقول في زيارته: السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. وابن ولي. نعم أولياء الله محاور حياتهم غير محاور حياتنا أساسا، بالتأكيد. فهم يستعجلون الذهاب إلى الجنة ولا يحبذون هذه الدنيا بكل ما فيها، لا نعم يبحثون عن مغانمها، ويعرفون أنها أدنى من الآخرة، ولذلك سميت دنيا. رب العالمين كما في الحديث: منذ أن خلق الدنيا لم ينظر إليها نظرة عطف قط. وفي حديث آخر: لو كانت الدنيا تسوى عند الله بمقدار جناح بعوضة لما سقي الكافر شربة ماء. نعم يعني الدنيا عند الله حقيرة لا قيمة لها. أولياء الله ينظرون إلى الدنيا بالمنظار الرباني، لا يرون مغانم الدنيا مغانم، وحينما تتاح الفرصة لهم بأن يقدموا أرواحهم في سبيل الله فلا يترددون. يعني شباب اليوم أو بعض الشباب حتى في السابق ربما عنده محور حياته، يريد اللذات، يريد المغانم، يريد العيش، الحياة المرفهة، ما كانت واردة هذه في حسابات نعم. جميع الأولياء بما في ذلك المولى علي الأكبر سلام الله عليه، مو واردة عندهم هذه الحسابات. فحينما يكون هنالك حق ولا بد من الدفاع عنه، فلا ينظر إلى المسألة بمنظار أنا شاب وبعدي في مقتبل العمر. أتذكر أيام كنت في البحرين، فكان مجموعة من الشباب أصدقائي، نعم، دعوتهم إلى الذهاب إلى الحج في بدايات وجودي هناك. أحد الشباب استجاب، نعم، وبدأ يهيئ نفسه للذهاب إلى الحج، مع أن الذهاب إلى الحج من البحرين كان سهلا جدا، يعني إما عن طريق السفينة إلى الدمام وإما عن طريق الطائرة ربع ساعة، فسهل ومو مكلف. جاءني قال أن كثيرين يثبطون عزيمتي فيقولون: ليش تروح الحج؟ تدخل الحج واجب، نعم، استطاع هذه سبيلا. قالوا: أنت بعدك شباب. قلت: لا أدري الشباب واحد يريد لشنو، يعني الشباب يريد للدنيا ولا يريد للآخرة؟ المؤمن ينظر إلى ما عنده كأمانة بما في ذلك حياته، هذه الأمانة رب العالمين الآن يريد، أنا ما أقدر أقول له الآن ما أعطيك الأمانة. وحينما ذهب وعاد كان كثيرون يقولون يلومونه على ذلك. أحدهم قال لي، أيضا كنت أتقنع يروح للحج، نعم، ما قبل يروح، قال: سيدني بعدني شباب. قلت له: يعني؟ قال: يعني إذا رحت للحج وأرجع بعد ما أقدر أسوي محرمات. قلت له: ليش ناوي تسويها؟ كأنه بعد ناوي أن يبقى ويسوي محرمات بعدين في نهاية حياته حينما تذهب عنه الشهوات يروح للحج. فأريد أقول أولياء الله هذه مو في حساباتهم أساسا، حساباتهم نصرة الحق، نصرة الدين، نصرة رب العالمين الذي خلقنا وسوانا ورزقنا وأطعمنا ويميتنا ويحيينا. هو الأصل، الأصل هو أن نخدم الله عز وجل ودين الله عز وجل. فإذا ما كانت في حسابات علي الأكبر هذه الأمور. أحسنتم، ذكرتم لنا هذا قصة هؤلاء الشباب الذين دعوتهم إلى الذهاب إلى الحج. بعض الأحيان سماحة السيد، وهذه لعله الشباب اليوم توجد في أذهانه، بعضهم هكذا يتصور أن الذهاب إلى الحج مثلا أو الالتزام ببعض الواجبات على سبيل المثال سوف يدخلهم في صومعة مثلا لا يخرجون منها، في يدخل في الجامع لا يخرج سجادته لا يتركها. الدين بالعكس، الدين يدعو إلى الحياة ولكن من دون محرمات، لا أكثر ولا أقل. أحسنتم سماحة السيد، بالنسبة إلى تسمية علي الأكبر بهذا الاسم، هل حقيقة كان في التاريخ الإسلامي من أراد طمس ذكر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فتعمد الإمام الحسين بتسمية ولده بهذا الاسم؟ كان كفار قريش منذ بداية بعثة النبي، نعم، ضد رسول الله وضد علي، لأن الإمام علي أول ما نزل الوحي على رسول الله وعمر 10 سنوات أول من آمن برسول الله. بعضهم يقول أول من آمن من الشباب وفلان أول من آمن من الكبار، هذا ما عندنا،
أول من آمن برسول الله كان هو علي، الإمام علي. وهذا هو الوارد في التاريخ، هذا ما نقل في مجموعة من الكتب التاريخ، هذا كما ذكرت أنه ليست واردة عندنا أنه أول من آمن من الشباب. الإمام علي كانوا ضده لأنه كان يمشي مع رسول الله. نعم. كان يمشي مع رسول الله ويدافع عنه وهو صغير، لأن كفار قريش كانوا يدفعون الأطفال. نعم. كي يقفوا أمام رسول الله في الطرقات. نعم. وتعرفون إذا طفل إجى على الإنسان، الإنسان ما يقدر يقاومه، يقولوا له أنت خلي عقلك ويا عقل الطفل مثلا. نعم. كأنه كانوا يريدون أن يسدوا يد رسول الله من أن يبدي ردة فعل تجاه اعتداءاتهم عليه. نعم. فكان يأخذ معه الإمام علي عمره 10 سنوات، فكان أي واحد يعتدي على النبي أو يرميه بحجر يتعقبه ويرميه على الأرض، وكان أحيانا يعض أنفه أو يعض إذاناته ويقطعها، ولذلك سمي بقضم. فكان إذا خرج النبي الأطفال يقولون هل قضم معه أم لا. في الحقيقة الإمام علي بمواقفه ملأ قلوب هؤلاء الكفار أحقاد منذ صغره، وليس فقط أحقاد بدنية وحنينية. صحيح، منذ صغره كان المدافع الأول عن رسول الله، فكانوا ضده في وجوده، وكانوا يحاولون قتله والقضاء عليه في منهجه في اسمه في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهو يمشي في الطرقات رأى شابا قال ما اسمك؟ قال إن أهلي ظلموني فسموني عليا. قال إي والله ظلموك. اسم علي كان ممنوع، مع أن النبي يقول ذكر عليا عبادة، فعلا. أنت تقول علي، فهذه عبدت الله، كأنك قلت لا إله إلا الله أو قلت الحمد لله. وأيضا رجل دخل، وهذه القصة أيضا مذكورة في الكتب، دخل على الحجاج. الحجاج مجلسه كان عامر بعض السلاطين وعلية القوم. نعم. في ذلك الزمن كأنه كان طالع يقضي حاجته، فمكانه فقط كان فارغ. جاء هذا الرجل وهو إمام جمعة وجماعة وجلس في مكان الحجاج. نعم. الحجاج عاد قال ليش قعدت في مكاني؟ والله لو لم تكن لك فضيلة علي لضربت عنقك. هل عندك فضيلة أحسن من عندي؟ قال نعم. قال ما هي؟ قال أيها الأمير أنت في صلاة الجمعة تسب من وتلعن من؟ قال ألعن عليا. قال أما أنا فألعن عليا وفاطمة والحسن والحسين. فقال والله إن هذا فضيلة. انظروا إلى اليوم، هنالك حكام في بعض البلاد عندهم 50 يزيد وليس حسين واحد ما بينهم. حسين واحد ما يسمي، حسن ما يسمي، علي ما يسمي، فاطمة ما يسمي. يعني هؤلاء كانوا يتصرفون بوحي من أحقادهم وضغائنهم، ولذلك اسم علي كان ممنوع، مع أنه اسم جميل على كل حال. نعم. كان في الدولة الأموية هذا الاسم يعتبر جريمة، حتى لو أن والدك هو الذي سماك. يقول ظلموني فسموني عليا. قال إيه والله ظلموك. نعم كان هذا الاسم يراد طمسه والقضاء عليه، حتى أن معاوية بن أبي سفيان كما ينقل أحدهم كان يسهر معه، يقول ابن هذا الرجل يقول كان يأتي ويشرح ويبين حكمة معاوية ويمدح معاوية. فالليل إجا شفت وضعه مو تمام، قلت له ايش فيك؟ قال هذا الرجل، قلت له شو صاير كل ليلة تجي تمدح؟ قال قلت له هذا اليوم كان رايح يمه، قلت له إن بني هاشم ما يشكلون ما معنا، ما يشكلون خطر عليك، ليش بعدك تظلمهم؟ ليش تتعقبهم؟ فقال معاوية إن أخي تيم يعني أبو بكر ملك، فحكم ما حكم ثم مات، ما تذكر. وإن أخي عدي يعني الخليفة الثاني ملك وبعدين راح وانتهى اسمه، وإن عثمان أخي بني أمية أيضا حكم وراح راح اسمه، ولكن ابن أبي كبشة ما يريد يجيب اسم محمد يعني النبي. نعم.
لكن ابن أبي كبشة يصاح به في المنائر كل يوم 5 مرات. بعدين يقول قام يمشي متعصب، لا والله إلا دفنا دفنا. هذا الرجال يتعجب إلى أي درجة هذا الحقد حتى على التسمية؟ تحكم باسم رسول الله وبعدين تريد تقضي على اسم رسول الله. وللعلم في بلاد الشام وفي المناطق التي كان يحكمها معاوية ما في ذكر للنبي، بس أهل البيت ما علينا، ذكر النبي ما في. وهذا اكتشفه أحد الباحثين حيث ذهب ورأى أنه ما في اسم النبي، يعني مع العلم أنهم يحكمون باسمه. فهم ضد الاسم طبيعي، وإحنا مصرين على أن نسمي أولادنا بأسمائهم، أولا نتبرك بها، وثانيا الحفاظ عليها ومنع هذه الأسماء من الطمس. كانوا يريدون طمس اسم علي سلام الله عليه، يعني عجيب، على منبر رسول الله وعلى 80,000 منبر، تلك المنابر التي لولا سيف علي ومواقف علي وشهامة علي وشجاعة علي لم تكن قائمة، كان يسب عليا ويلعن بما في ذلك منبر رسول الله. فالمهم الإمام الحسين كان مصرا على تسمية أولاده بعلي، علي الأكبر، علي الأوسط، علي الأصغر. أحسنتم سماحة السيد. طيب هل ذكر لنا التاريخ الشيء من صفاته وشجاعته كما نقرأ اليوم مثلا لأبي الفضل العباس سلام الله عليه أنه كان صاحب الفضل الكبير، أنه كان شجاعا، كان بطلا، كان يبدي بنفسه أخيه، كان كذا وكذا، هل ذكر لنا شيء التاريخ بأنه علي الأكبر فعل كذا، قام بكذا؟ أولا الشجاعة موقف. نعم. الشجاعة لا تعني أن تحمل سيفا وتقتل به عدوك، هذه نتيجة الشجاعة. حينما يكون قلبك واثقا بالله وشجاعا فإنك تغامر حياتك في سبيل الحق. علي الأكبر أول من قتل قبل العباس وقبل القاسم وقبل بني هاشم، وهذا الموقف يحسب له. أول من قتل من بني هاشم، بني هاشم. نعم، لأنه في الليل ليلة عاشوراء صار خلاف بين الأصحاب وبين بني هاشم. كان الأصحاب يقولون نحن نتقدم، كانوا عارفين أنهم يقتلون. نعم. يعني أي إنسان في ذاك الوقت ما يحتاج علم الإمامة حتى يعرف أنه يقتل. 30,000 متحوطين ومحاصرين، 73 واحد، طبعا الدولة قادرون على القضاء على هذه الفئة القليلة سلام الله عليهم. فكان الأصحاب يقولون نحن أول من يقتل، من خلي بني هاشم يخرجون. نعم. للقتال. بنو هاشم كانوا يقولون نحن أولى أن نخرج دفاعا عن الحق، وبالنتيجة رأي الجماعة هو الذي غلب، حتى أن أحدهم قال والله لن يصل إليكم، مكروه وفينا عين تطرف، ما دام عندنا عيون تطرف حتى لو أيدينا مثلا من خلي أحد مجروح ومقطوع من خلي أحد يوصلكم شر. علي الأكبر كان أول من خرج دون بقية الأفراد، وكان كل واحد يخرج يستأذن الإمام الحسين، استأذن وأذن الحسين له. أولا لأن أولياء الله يختلفون عن الحاكمين، الحاكم يقول خلي الشعب كله ينقتل دفاعا عني، ولكن ولي الله لا، يقول أنا أول من يقتل. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقدمة الجيش، حتى أن الإمام علي وهو من الشجعان الكبار في التاريخ كان يقول كنا إذا اشتد من الوطيس نلوذ بعريش رسول الله، فلا يكون أقرب إلى العدو منه. أقرب واحد للعدو كان النبي، أقرب واحد كان الإمام علي، يخوض في الجيش. علي الأكبر شجاعته في هذا الموقف العظيم الذي اتخذه أن يكون أول من يقتل. ثانيا لا، التاريخ يذكر شجاعة علي الأكبر أنه أكثر من 100 كذا من الرجال قتل. تعرف أن القتل في ذاك الوقت مو ضغط على الزر بسيط، وأن تحمل السيف وأن تنزله على عدوك يتطلب جهدا كبير، يتطلب جهد، يتطلب شجاعة، شجاعة، خاصة أنهم كانوا أكثرية. نعم. يعني تقدر بوحدك تقاتل واحد، لكن يوم اللي عليك 500 واحد فالأمر مختلف، مختلف تماما، من شمالك من يسارك من جميع الأطراف.
وأيضا حتى يوم اللي ضرب على رأسه واحتضن عنق الفرس ما اشتكى من شيء، ما قال آه، وكلهم لم يقل آه صراحة في تلك المعارك التي كانت فيها جراحات، يعني يضربونك على يدك على وقطعوه وهو حي. علي الأكبر مثل الإمام الحسين الذي ذبحوه وهو حي، كما يذبح الطير عادة بعض الأطفال يصيدوا لهم عصفور كذا بعدها حي، هذا يجر رجله ذاك يجر جناحه ذاك. فقتل الإمام الحسين صبرا، صبرا يعني وهو حي قطعوه. كذلك علي الأكبر، علي الأكبر قطعوه وهو حي بعد موجود ومحتضن الفرس يضربوا بالسيوف، سيوف رماح باللي يقدرون عليه. فعلي الأكبر كانت شجاعته معروفة، نعم، وحتى يوم اللي عاد رجع وأكمل تمام 200، قتل من الأعداء 200 من رجالهم. نعم نعم، أحسنتم سماحة السيد. نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم أحبتي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين، نعود إليكم مرة أخرى ونناقش هذا الموضوع حول علي الأكبر والموضوعات المتعلقة به من ولادته وجهاده والمبادئ التي سار عليها، وكيف للمجتمع اليوم وبالخصوص الشباب أن يتخذه قدوة للسير في طريق الحق. سماحة السيد أرحب بكم مرة أخرى. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يحفظكم. سماحة السيد، في هذا الزمن المتطور ومع وجود الذكاء الاصطناعي اليوم الذي يقفز بالبشرية إلى قفزة كبيرة جدا لا يعلم إلى أين ينتهي بها، كيف للشباب اليوم أن يتخذوا علي الأكبر قدوة لهم مع العلم أنه شاب قد مضى وقت طويل على رحيله؟ بالنسبة إلى أنه مضى وقت طويل على رحيله، الزمن يعني كلما يمر نعم كلما يكشف عن الحقائق أكثر، نعم، يعني لا نحسب حساب الأعمار فيما يرتبط بحياتنا. هل تحسب حساب عمر الشمس مثلا وتعتبرها عجوزة ولا زالت فائدتها موجودة وقد مضى على وجودها كما يقول علماء الفلك اليوم 5 مليارات من الأعوام، 5000 مليون عام الأرض موجودة، أما الشمس ف 13 مليار و500 مليون. فالعمر مو مطروح، نحن نتعامل مع الحقائق خاصة فيما يرتبط بالجانب الروحي والمعنوي. شوفوا، احنا مو فقط أجسام، إذا كنا فقط أجسام نقول من هو القدوة لنا في الأجسام مثلا، نحن روح وجسم، والجانب الروحي لا يمكن إشباعه بغير قضايا روحية. تماما كما أن من كان جائعا وعطشانا لا يمكن ولا ينفعه أن تعطيه مي وهو جوعان، لازم تعطيه أكل، المي ما يأخذ مكان الطعام والطعام ما يأخذ مكان المي. القضايا المادية المعاصرة لنا، الأكل والشرب والتقدم العلمي وما شابه ذلك عفوا، هذه ربما تشبع أجسامنا، لكن ما الذي يشبع أرواحنا؟ من هم القدوات في الجانب الأخلاقي؟ من هم القدوات في الجانب الديني؟ من هم القدوات في الجانب الذي يرضي الله ورسوله؟ هذا الذي نبحث عنه في أولياء الله. نحن نرى أن علي الأكبر من أفضل النماذج لجميع الشباب في كل عصر وكل زمان، سواء كان الذين يقتدون به من غابات الأمازون أو كانوا يعيشون في مدينة منهاتن في نيويورك. بالنتيجة الإنسان يحتاج إلى قدوة له. نعم. وكل الشعوب، كل الأمم تهتم برجالاتها وتعتبر رجالاتها قدوات في الحياة، حتى أن بعض الأمم اللي ما عندهم قدوة يسوي لك الجندي المجهول. نعم. يعني ما في واحد اسمه قضية رمزية. قضية رمزية. إحنا عندنا حقائق على الأرض، ما نحتاج إلى رمزيات. علي الأكبر كان نموذجا للباحث عن الحق والمدافع عن الحق والشهيد من أجل الحق. نعم.
وكلمة الحق تدور كثيرا في على لسانه. يعني مثلا حينما الإمام الحسين غفى غفوة فانتبه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال علي الأكبر إنا لله وإنا إليه راجعون يا أبا مما استرجعت؟ قال سمعت هاتفا يقول أو شخصا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. فعرفت أنها أنفسنا قد نعيت إلينا. قال يا أبت أولسنا على الحق؟ شوف كلمة الحق هو يكرر علي الأكبر. قال إي والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي، أوقعنا الموت أو وقع الموت علينا. المهم يكون الإنسان ملتصقا بالحق ويدور حول الحق. وهذه القدوة مع قطع النظر أنه أنت تملك سيارة متقدمة، بيت كبير أو كوخ أو ما عندك سيارة، شو دخل الموضوع؟ نحن نريد أن نعيش بشر خلق الله كل إنسان إنسانا، يعني تفعيل إنسانيتنا بأن نقتدي بالقدوات الذين كانوا في التاريخ وقد فعلوا إنسانيتهم. علي الأكبر تفعيل إنسانيته. شوفوا كثيرين يحتجون هذه الأيام بالموبايلات والتليفونات المتنقلة آيفون وغيره. سؤال، هل هؤلاء الذين صنعوا هذه الأجهزة كانوا يريدون الخير للبشرية أم لأنفسهم؟ يعني هل أحد منهم كان يهدي هذا الجهاز للشباب؟ لا، يبيع لأنفسهم، يكلفهم 200 دولار يبيع 2200 دولار، 1000 دولار يربح من وراء كل واحد من هذه الأجهزة. هذه الأخلاق هي مو أخلاق إنسانية، أخلاق الذين يبحثون عن الأرباح، هذا يبحث عن مصلحته الشخصية. بينما نجد أمثال علي الأكبر يضحي بمصلحته الشخصية في سبيل قيم عليا، في سبيل مثل عليا. فيبقى أن علي الأكبر أعظم بكثير من الذين اخترعوا الذكاء الاصطناعي أو الأجهزة الموجودة أو الطائرات أو القاطرات أو السيارات، لأن كل هؤلاء في الحقيقة فعلوا ما فعلوا لمصلحتهم. يعني ماكو فرق، واحد اللي يسوي له قنبلة ذرية يقتل بها الألوف من الناس أو الذي يصنع جهاز آيفون ويبيعه على الناس. أحيانا بعض الشباب يسألوني يقولون أنتم تقولون أن المؤمن عند الله أفضل من غير المؤمن، زين مؤمن شغلة مساح أحذية أجلكم الله، يعني سكافي، نعم، وكافر مثل أديسون 2500 اختراع عنده، نعم، هذاك يدخل في الجنة هذا لا يدخل في الجنة. قلت أولا هذا الذي لا يدخل الجنة وقد صنع ما صنع، صنع لمصلحته، دور له على أشياء يسويها ويحصل من وراها براءة الاختراع ويربح، نعم. الأمر الثاني، لم يعمل كل ذلك لله، فلماذا يجب على الله أن يعطيه جزاء وهو لم يعمل لله؟ والأمر الثاني ضربت له مثال، قلت له شوف أكو فرد واحد دكتور وأعظم دكتور في البلد ويدرس في الجامعة أفضل العلوم، يدرس الكيمياء الفيزياء مثلا، لكنه يخون وطنه ويصير جاسوس للأعداء ويدل الأعداء لاحتلال بلاده، ورجل آخر سكافي يمسح أحذية الناس، هذا لا يقتل وذاك يقتل. ليش؟ لأن ذاك خائن، هذا مو خائن، يعني بمقاييس الوطنية والمواطنة ذاك رجل عنده علم لكن علمه شيطاني. لو كان في العلم من غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. فبالنسبة إلى علي الأكبر سلام الله عليه، إيمانه بالله، تقواه، هذا النموذج نريده للشباب، لأنه بدون النموذج الصالح ربما الشباب ينحرفون عن الطريق ويستخدمون الذكاء الاصطناعي والموبايل وجميع هذه الأجهزة ضد مصالح الآخرين ولقتلهم والقضاء عليهم. اليوم يتكلمون يقولون أنت تحمل جهاز نقال، تليفون نقال وهو الموبايل، يعني وياك جاسوس، يعرفون أين تذهب متى تقعد، وإذا كانوا يريدون يقتلوك يقتلوك بسهولة. يعني هذه الأجهزة إن لم يكن معها رادع ما
من استخدامها لغير مصلحة الناس لا قيمة لها، صارت ضد الإنسانية، ما صارت لمصلحة الإنسان. بعض الشباب بما أن مناسبة علي الأكبر بأنه كان شابا وتمسك بهذا التمسك القوي بالحق وحتى إلى آخر نفس في هذه الدنيا حتى جاهد مع أبيه ثم استشهد، الشباب اليوم يقولون هل نجاهد كما جاهد علي الأكبر؟ هل نستشهد كما استشهد علي الأكبر حتى تقولون أننا تمسكنا بعلي الأكبر، أم أن هناك بعض المصادق الأخرى للجهاد والسير على طريقه؟ أساسا المطلوب أن نؤمن بهذا الدين كله. نعم. فإذا كان في موقع الصلاة نصلي، إذا كان في موسم الحج نحج، إذا كان في شهر رمضان نصوم، وإذا صار موضع الجهاد مع العدو نجاهد، لأنه الإسلام دين كامل، فإما أن نتمسك به كله أو لا نكون قد تمسكنا به، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فإذا كان الموقع موقع الجهاد عن الوطن، عدو يريد أن يقتلك وأن يذبح شعبك، أصدقائك، إخوانك، جيرانك، أهل عشيرتك، وأنت تقاومهم، هذه المقاومة مشروعة. ليس مطلوبا دائما أن نحمل السيف وأن نواجه الأعداء. والجهاد أساسا نوعين، الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس، والجهاد الأصغر وهو جهاد العدو. ولا يمكن لأحد لم يجاهد نفسه في الجهاد الأكبر أن يقاوم في الجهاد الأكبر. أنت حينما تكون مخلصا لله عز وجل وهذبت نفسك وشذبتها وطهرت قلبك، باستطاعتك أن تقاتل أهل الباطل، وإلا إذا أنت من أهل الباطل وهم من أهل الباطل، فأحدكما لا يقاتل الآخر إنما يجتمع معه. الشباب يجب عليهم أن يكونوا مثل علي الأكبر في إيمانهم، في تقواهم، في عبادتهم، في استعدادهم الدائم. ونصرتي لكم معدة، دائما كان مستعد. يعني إذا لم تكن عاشوراء في سنة 61 للهجرة النبوية الشريفة، كانت في السنة 70، كان علي الأكبر يجاهد في سنة 70. إذا كان قبل ذلك يعني وقعت المواجهة بين الإمام الحسين وبني أمية، وعادة الباطل هو الذي يهجم على أهل الحق، ولذلك الباطل هو المسؤول. من أراد أن يقتل من؟ هل أن نمرود أراد أن يرمي بإبراهيم في النار، أم أن إبراهيم أراد أن يرمي نمرود في النار؟ نمرود هو الذي أراد. هل أن فرعون هو الذي أراد أن يقتل موسى، أم أن موسى أراد أن يقتل فرعون؟ أهل الباطل عادة هم الذين يهاجمون على أهل الحق. فحينما تكون من أهل الحق لازم تكون مستعد، فإذا جاء وقت للجهاد تجاهد، ما إجا وقت تبقى على الجهاد الأكبر وهو مجاهدة النفس وعدم الخلاف وعدم التعدي على حقوق الآخرين وعدم التعدي على الحقيقة وعدم التعدي على الحق، فتكون إنسانا مؤمنا كما عاش علي الأكبر. إذا إجا وقت الجهاد بالسيف أيضا تجاهد، لكن إذا ما إجا وقته، اللي عادة ما قد يمر جيل أو أجيال وما تصير فرصة أو ضرورة للجهاد بالسلاح، لكن تكون مستعد. في كل الدول هنالك جيوش مستعدة، لأن طبائع البشر طبائع مع الأسف غرائزية حيوانية، إذا وجدوا دولة ضعيفة يهجمون عليها. نعم. خليني أضرب لك مثال. سويسرا دولة صغيرة، وهذه الدولة الصغيرة أنا فوجئت أول مرة نزلت في مطار جنيف، شفت دبابات في المطار. شنو صاير؟ انقلاب؟ جايبين دبابة في المطار؟ أنا ما شايف دبابة في أي مطار في العالم، لكن دبابات في المطار. بعدين عرفت أنه السويسريين يتدربون على السلاح، وتعطى لهم قطعة من السلاح تكون لهم، يعني إلى خاصة قطعة السلاح. إيه؟ نعم. متوسط، مو قطعة سلاح صغيرة، ولكن هاي القطعة لا تورث. وبين مدة مدة يدعونهم للتدريب، وداخل جبالهم مخلين معلبات لمدة 6 شهور. لماذا هتلر لم يهاجم على سويسرا؟ لأنه رأى بيت الزنابير، كل واحد مسلح مستعد يدافع عن وطنه، فما دخل. يعني سويسرا لم ترى في حياتها حرب منذ أكثر من 300 سنة، لكنهم مستعدين دائما. المؤمن مستعد دائما بنفسيته وروحيته
وبما يستطيع. نصرتي لكم معدة، بس إذا إجا عدو طبعا أنا أدافع عني، عن نفسي وعن أهلي وعن ديني. أحسنت. إذن القضية ذات محورين، حتى تتمكن من أن تقف المواقف المشرفة عليك أن تعمل على تهذيب النفس وهو الجهاد الأكبر. سماحة سيد، لماذا سمي علي الأكبر بالمحدث؟ هل لروايته عن جده أمير المؤمنين؟ نحن لا نعرف ما يجري في عالم الغيب بالنسبة لأولياء الله. نعرف أن فاطمة الزهراء كانت محدثة، يعني أن الملائكة هم الذين كانوا يتحدثون معها، ونعرف أن رسول الله كان يوحى إليه، ونعرف أن الإمام علي بنص حديثه يقول أسمع ما يسمع ولا أرى ما يرى عن النبي. وحينما نزل عليه الوحي أنا كنت أسمع، بس هو كان يشوف جبرائيل، أنا ما كنت أشوف بس يسمع. وأساسا هاي كلمة البعض يشوفها كبيرة، يعني علي الأكبر تحدثه الملائكة؟ نعم، علي الأكبر أعلى رتبة من الملائكة، لأن النبي يقول أن طالب العلم الملائكة تضع أجنحتها تحت رجل طالب العلم. مجرد رجل ده يطلب علم ديني علم دنيوي ينافع، الملائكة تخلي أجنحتها تحت رجله، فهو إذن أفضل من هؤلاء الملائكة. فكيف بأشخاص مثل علي الأكبر؟ أنا أعتقد أنه كان محدثا من قبل الملائكة. تقول عجيب، يعني أقول لك لا، ألا يوحي رب العالمين بعض الأوقات إليك؟ أنت أحيانا تعبر الشارع وتلتفت إلى الجهة التي تأتي منها السيارات، لكن كأن أحدا قال التفت إلى الجانب الثاني، وإذا بسيارة مسرعة، من الذي قال لك؟ الذين ينجحون في الحياة هم يقولون إجا في بالي أسوي فلان شيء نجحت فيه. من خلى في بالك؟ إن لله عبادا يخاطبهم الله في ذات عقولهم، كما يقول الإمام علي. فإذا كان الله هو الذي يوحي إلى أوليائه، كما أن إبليس يوحي إلى أوليائه، نعم، مو بالشرط يسمع الصوت. فكان علي الأكبر وهو من أولياء الله محدثا، ليس يحدث عن الإمام علي، يحدثه الملائكة بالتأكيد. طيب سماحة السيد، هل من شروط تقدم الأمم أن يكون لها قدوة تقتدي به أم لا؟ المسألة هي مسألة التزام بالقانون. أتصور أهم شيء في الأمم وفي تاريخها أهم شيء وجود القدوة، صراحة أهم من أي شيء ثاني. ولذلك ما من رسالة إلا معها رسول، ما من كتاب إلا ومعه نبي. إحنا ما عندنا رسالات، عفوا ما عندنا رسالة للناس بدون النبي. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله حينما يرسل نبيا يأمر بأن يطاع. يطاع في ماذا؟ في سكوته. إذا أنت سويت أمام فعل ما قال لك شيء، إذن هذا حلال. سكوت المعصوم حجة، وكلامه حجة، وأعظم من ذلك فعله حجة. حينما يقوم النبي بعمل كما قام بالفعل، قال حج كما رأيتموني أحج، يركب على ناقته ويطوف حول الكعبة ويسعى بين الصفا والمروة. افعل ما أفعل، القدوة أهم من أي شيء ثاني صراحة. والسبب في ذلك وجود النموذج، وجود النموذج من البشر. لماذا لا يرسل الله أنبياء من الملائكة؟ لأننا بشر، فلا بد أن نكون قادرين على أن نقتدي بالنبي. لو كان النبي ملك من الملائكة ولم يكن يعصي الله نقول هذا ملك، بس احنا ما نقدر. لا، يقول هذا بشر، وهذا بشر يستطيع أن يعصي، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له في شبع. الإمام علي يقدر بس ما يريد، بشر وما يسوي. إذن أنت هم تقدر، تقدر ما تعصي ربك، تقدر تطيع ربك. على كل حال وجود القدوة أهم شيء في تاريخ الأمم. قلت حتى يوم اللي ما عندهم تاريخ ما عندهم بطولات يزيفون الأبطال، يعني أبطال خياليين مو أبطال حقيقيين.
أبطال جندي مجهول ضحى بنفسه في سبيل من هذا الجندي المجهول هيك فتقبر ما في أحد، لكن يصنع له قدوة. القدوة أهم نقطة في حياة الإنسان، ولذلك أمرنا الله بأن نتخذ نبيه أسوة ولكم في رسول الله أسوة. وكذلك الأئمة سلام الله عليهم كانوا أئمة، بمعنى كانوا يحملون رسالة، والنبي إمام الأئمة يحمل رسالة ويعمل بها، ونحن مكلفون بأن نقتدي به. يعني النبي ليس ساعي بريد يجي يوصل صوت الله إلى الناس، هذا جزء من مسؤوليته. نعم الوحي يأتي به بدون زيادة ولا نقيصة، الله قال له قل يقول قل، لا يقول هو الله أحد، يقول قل هو الله أحد، لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. لكن هذا النبي الذي لا يزيد ومجرد مثل ساعي بريد في إرسال كلام الله للناس، هذا النبي قدوة أيضا ولا بد أن نقتدي به في الحياة. جانب القدوة في حياة النبي جدا مهم، ويستشهد العلماء والفقهاء النبي كذا فعل، الإمام علي كذا فعل، في قضائه كذا قضى، في حروبه كذا فعل، هذه كلها دليل على حكم الله عز وجل ووحي الله. فكلام النبي وعمل النبي وسكوت النبي كلها حجة على البشر، ومن هنا وجود القدوة ضرورة جدا. أنت يمكن تقول لولدك يصير خوش آدمي، سيقبل له ما يقبل، بس تقول له يصير مثل فلان، ابن عمك شوفه، فلان شوفه. نحن اليوم نستشهد بالإمام الحسين، بماذا نستشهد؟ بالقدوة، أنه كان لنا قدوة. ذكر إحدى الأمهات بنتها كأنه كانت مريضة تمشي أيام الأربعين، فتوسلت بواحد تعالوا قنعوها لأن هذه مريضة. أجوا عليها قالوا أنت مريضة تعالي أركبي. قالت وهل كانت بنات الحسين يركبنا؟ هل هم كانوا يحسبون حساب المرض؟ يعني أنت تأتي إلى كربلاء لأن زينب جاءت إلى كربلاء، زينب بالنسبة لك قدوة. الله في القرآن الكريم يقول ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. الله يضرب أمثلة بالأنبياء، لماذا يضرب أمثلة بالأنبياء؟ هو حكمة جايبة وخلص، مو قانون جاف. هذا كتاب يربي الأمم، يربي الناس أن يكونوا صالحين ويستحقون الدخول إلى جنة الله، وحضارة الجنة حضارتها لا نعرف عنها شيء لتقدمها ولعظمتها. فالقدوة مسألة رئيسية في حياة الأمم. سؤال جوهري يرتبط بالموضوع السابق اللي تكلمت حضرتك حوله، وخلينا نتكلم حاليا بلغة الشباب اليوم اللي يحبون يطرحون هذا السؤال. يقول أنا ماكو مشكلة، خليت لي أكو قدوات أتمسك بيهم، نعم حتى أتقدم في حياتي، لكن أنا ممكن أتمسك في قدوة الآن موجود، مو قدوة مثلا قدوة متوفي مثلا صار له كذا من الزمن. يقول معنى ذلك أنا ممكن أكون يوصفوني بأن هذا مجتمع ينظر إلى الماضي، فما راح أتقدم في حياتي، كيف نحل هذه الإشكالية؟ أساسا الماضي شمعة في طريق المستقبل. نعم. والماضي هو الذي يتحكم فينا. أنت إذا ذهبت إلى الطبيب يسأل عن ماضيك، يسأل عن فترة طفولتك، يسألك عن أيام اللي كنت في بطن أمك. يعني إحنا ماضينا يتحكم في حاضرنا، وحاضرنا يتحكم في مستقبلنا. أكو ناس يعبدون الماضي، أكو ناس يأخذون العبرة من الماضي. نحن نأخذ عبرة من الماضي، وأن علي الأكبر وأمثال هؤلاء جاءوا ورحلوا، هذه في الحقيقة لأن نريد حياتهم منذ البداية إلى النهاية كانت حياة سليمة. أنت أحيانا تتخذ واحد قدوة وهو حي، بعد مدة تشوفه هو بدل، هو غير، هو انحرف، فلا تستطيع أن تتخذه قدوة. تتخذ القدوة الذي تعرفه، الذي تعرفه منذ بداية حياته إلى نهايتها. يعني نحن نعرف علي أكبر منذ بدايته إلى نهايته، إلى أن ختم حياته على طريق الحق، وجميع الأنبياء وجميع الأئمة. إذا كان هذا السؤال نطرحه، نقدر نقول شنو الفائدة من الأنبياء مثلا؟ ما نحتاج للأنبياء، ولكن الأنبياء هم الذين يحكمون، لأن الله هو الذي أرسلهم وهو الذي يحكم الكون. انظر أنت اليوم تاريخ ولادتك بميلاد السيد المسيح، قبل 2024 عام ولد السيد المسيح. نعم. تاريخ ولادتك، رأس السنة مالتك، تنظيم شؤونك، المصانع، المعامل، الحكومات، كلها تجعل تاريخ ولادة السيد المسيح
تاريخا لهم. يعني يجردون حساباتهم، يحسبون حسابات الماضي، المستقبل، الخطط القادمة. مع أن السيد المسيح كان قد عاش ورحل عن هذه الحياة قبل 2025 24 عام. لا 24 عام لأنه كان ولأنه قديم لا يلغي قيمته الحقيقية الذاتية، وخاصة بالنسبة للبشر. الماضي تستفيد منه كمشعل لمعرفة طريقك وللتأثير على المستقبل، هذا شيء ضروري. وكل الأمم تفعل ذلك، مو بس احنا، كل الأمم تبحث عن ماضيها لكي تستخرج أفضل كنوزها وتستعرض هذه الكنوز للناس. احنا عندنا أفضل الناس، وأقول هذا الكلام وأنا أتحمل مسؤوليته. أنا عندي كتاب لم يطبع بعد اسمه ألف عبرة وعبرة، أكثر من 13,000 قصة من تاريخ الأمم جميعا قرأت. لم أجد مثل الأئمة سلام الله عليهم والنبي وأصحابهم، ما وجدت فيهم أحد. خلي واحد يجي يقول لا عندنا فلان واحد مثلا ضحى بحياته، خلي نجي نستعرض ما فعله العباس وما فعله علي الأكبر وما فعله أولئك. فالقضية هي قضية قدوات عظيمة في التاريخ نتخذها لحاضرنا ومستقبلنا، وما أعتقد أن الذي يتخذ من هؤلاء قدوة يندم. يعني إذا كانت حياة واحد مثل علي أكبر في سلامته، في صحته، في عمله، في أخلاقه، يعني مثل الأمطار الخيرة هؤلاء كانوا يطهرون أرواح الناس، قلوب الناس. ليش نبتعد عن هؤلاء ثم نبحث عن أبطال مزيفين في التاريخ مثل أبطال الأفلام؟ يعني يراوي نفسه أنه يقفز من جبل على جبل ويقاوم الحيوانات الكاسرة ويخاف من الصرصور في حياته العملية. هؤلاء كانوا أبطال حقيقيين مو أبطال مزيفين. أحسنتم. إذا يجب أن يتخذ الإنسان له قدوة صالحة لكي يتقدم في حياته، وذلك يعتبر أيضا من شروط تقدم المجتمعات وتقدم الحضارات. أشكركم سماحة السيد على هذه المعلومات القيمة. أحبة المشاهدين، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.